يعني إلى السلطة وإلى الاستفادة من الأجهزة القائمة، والحرية المسلوبة طبعا لا تتيح للأقلية من المثقفين أن تمارس دورها، لأنه لازم نتحرر أولا. شكرا دكتور عصمت. نمارس إرادتنا دكتور عصمت الملا، ونمارس قرارنا العربي الصافي بدون تحرير الإنسان العربي المثقف العربي مغلوب على أمره نهائيا، وحنفضل نسمع طروحات. دكتور عصمت الملا، دكتور عصمت، دكتور عصمت الملا، شكرا على هذه المداخلة. واضح انه ركز دكتور عصمت على قضية المخاصمة ما بين المثقف والسياسي. طبعا حضرتك وكيل، انا رحبت فيك في البداية يعني وكيل وزارة، ولكن سأقول هل خطأ أن يكون المثقف بجانب النظام أو بجانب السلطة، ليس بخندقه ولكن لنقل على الأقل يكون موجه أو يكون مع؟ أنا شخصيا لا أميل إلى تبني الثنائيات التي يعني تستهوي بعض من يعني أبنائنا العرب أو زملائنا وأخوان العرب. يعني الأخ الدكتور عصمت الملا يبدو كثير يستهوي موضوع الثنائيات هذه، وعنده 50 سنة يعني ما في أي تراكم نوعي حدث في الحياة العربية، وهو نموذج برأيي، ويسمح لي، نموذج لهذه السوداوية التي تبث روحها في الإنسان البسيط العادي، إنه لم يتم أي شيء. إذا كان الموضوع يعني عن نفسي شخصيا، أنا في كل الحالتين أتشرف بالانتماء إلى قطاع من العمل الثقافي الوطني في البحرين وفي بين الأمة العربية وبين المثقفين والعالم بأجمع، ولا أريد أن أترك لي ولجيل الحالي والأجيال القادمة فرصة أنه نتخلى عن ممارسة أدوارنا في نهضة أممنا. فمسألة الازدواجيات، أنا لا أرى، أنا أمارس عملي الرسمي كوكيل الوزارة، وأمارس عملي ككاتب وكأكاديمي وجزء من حركة الثقافة العربية، ولا أرى الازدواجية التي يعني يحاول الزج فيه عدد من دكتور حمادي. والله أنا في جزء كبير على رأي الأخ عبد الله، بقي أن الدكتور عصمت الملا يطرح مسألة مهمة، وإن كان طرحها هو من زاوية نظره، هي مسألة الحرية، باعتبار أن العولمة أيضا لها كما يقال يعني لها الساعد اللي تضرب به، وهو ساعد يمثل القاع الإيديولوجي للعولمة، وهو الحرية وحقوق الإنسان. ونحن نشاهد الآن أن هذه الثقافة التي تريد أن تهيمن هي الثقافة التي تريد أن تظهر في العالم بمظهر المنقذ له من براثن الاستبداد، وأنها هي التي تدافع عن الحق وعن الحرية. فالمفروض أن نعي هذا الدرس بعمق. معنى ذلك أن مما يسهل فعل العولمة، تأثير العولمة، تسرب العولمة إلى أذهاننا وإلى أخذتنا، أنها هي تتوكأ على هذه الثقافة وعلى هذه المعطيات الأساسية اللي هي الحرية، وطبعا الحرية في مفهوم خاص بهم، حقوق الإنسان. فالأكيد أن الثقافة التي لا توفر لمستهلكيها هذه الأمور ستبدو ثقافة يعني محرجة بالقياس إلى هذه الثقافة المتسربة التي تأتي مع ما تأتي به، تأتي بنسمات الحرية بين ظفرين وحقوق الإنسان بين ظفرين. اسمح لنا نتوقف أيضا مع اتصال هاتفي آخر لأخ محمد مصطفى من الذيل. تفضل أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. الحقيقة بالنسبة للمثقف والسياسي، المثقف العربي يعاني من أشياء كثيرة، من ضمنها الحواجز التي يضعها السياسي، ومن وراء السياسي أيضا ما الهوية الفكرية للأمة العربية بما تتميز به من خصوصية دينية. أيضا هناك من يحاربها، وهناك من لا يريد لتيارها أن يمتد. شيء آخر أيضا، أنني أعود إلى غاندي وتجربته، الذي قال: أنا أفتح نوافذي لكل رياح العالم، ولكن لا أدعها تقتلعني من جذوري. فحفاظنا على هويتنا وشخصيتنا
لا يخيفنا من العولمة ولا يخيفنا من أي تيار ثقافي أو سياسي أو اقتصادي أيضا. والفيلسوف الباكستاني الكبير محمد إقبال في كتابه والآن ماذا نفعل يا أمم الشرق أشار إلى هذا كثيرا، وإلى دور العرب وإلى دور المسلمين وريادتهم. المسلمون هم الرائدون، هم الذين يجب أن يتسلموا الزمام، لا يجب أن يكونوا تابعين. الأمم الأخرى هي التي تتبعهم، هي التي تقلدهم. هذا هو دورنا وهذه هي رسالتنا وهذه هي رسالة ديننا. وشكرا. شكرا الأخ محمد مصطفى من الذات. الحقيقة في نقطة مهمة جدا، أنه نقول إحنا بعض يعني الدكتور هون يعني متفائل، لكن هناك واقع متردي لابد من الاعتراف بحقيقته. يمكن ما يهمني في الدقائق الأخيرة أن أطرح بين يدكم موضوع أساسي جدا هو الجيل القادم. هناك من هو متفائل فيما يتعلق أيضا بالعولمة والانفتاح، ولكن هناك واقع أنه إحنا مش عم ننتج ثقافة، مش عم ننتج علوم، مش عم نعمل تقنيات، إحنا مجرد بس عم ناخد ومستهلك. هل هناك ثقة في ما هو قادم، في الجيل القادم اللي سيكون لدينا جيل عربي ثقافي سيحمل هذه المتروكات سيطورها ليذهب ليساهم؟ يعني هل ستكون ممكن النظرة المستقبلية أكثر إشراقة من الواقع الحالي؟ وأبدأ من الدكتور عبد الخالق. مش معنى الدكتور عبد الخالق. يعني أنا أعتقد ربما يعني تعليق على الأسئلة وأيضا في محاولة إجابة على هالمحور، أنه من حق الشعب العربي ربما أن يشعر بعدم الثقة في الثقافة العربية الرسمية، لأنه حصيلة الواقع العربي مثل ما تفضلتي وحصيلة الخمسين سنة الأخيرة هي حصيلة جملة من الإخفاقات الكبرى العربية. يعني الأمة العربية منيت خلال الخمسين السنة الماضية، أربعين السنة الماضية بمجموعة من الإخفاقات، على رأسها الإخفاق في تحرير فلسطين، الإخفاق في تحقيق التنمية العربية، الإخفاق في تحقيق الوحدة العربية. هذه إخفاقات كبرى، ومن المسؤول عن ذلك؟ حقيقة الواقع العربي يلوم، الشعب العربي يلوم في المقدمة الأنظمة العربية وبالتالي الرموز الثقافية لهذه الأنظمة العربية، ولا يبدو في الوقت الحاضر أن هناك أي أمل في تحقيق أي من هذه الأهداف والأحلام العربية. ليست هناك أي بارقة أمل في أن الوحدة العربية ستتحقق، أو أن التنمية العربية ستتحقق، أو أن فلسطين ستتحرر بعد كذا فترة. ومن هنا أعتقد الأهداف والأحلام العربية، ليست هناك أي بارقة أمل في أن الوحدة العربية ستتحقق، أو أن التنمية العربية ستتحقق، أو أن فلسطين ستتحرر بعد كذا فترة. ومن هنا أعتقد يعني الثقة مفقودة، والثقة مفقودة بشكل خاص بين الجيل الجديد الذي تحدثت عنه. يعني عنده قدر هائل من الشك أن هذه الثقافة الرسمية العربية، أن هذا الواقع العربي سيتحسن إن ظلت الأمور على ما هي عليه الآن، في ظل غياب الحريات، في ظل يعني عدم الاحترام وعدم الاعتراف بالتعددية والتي هي سنة الحياة وسنة الكون وسنة المجتمع، في ظل الرغبة الجامحة لسيادة ثقافة واحدة، في ظل سيادة الرأي الواحد، في ظل سيادة القرار الواحد، لا يمكن أن نتوقع من الجيل الجديد أن تعطى له فرصة التألق. إذن بدون حرية التعبير وبدون أن يأخذ المثقف دوره الحقيقي لن يحدث أي تغيير، وبالتالي إذن نقول أهلا بكم كمثقفين ومفكرين في الشارقة، ونتمنى لهذا المؤتمر أن يكون قرارات وتوصيات قابلة للتطبيق، لأنه كل مشاهد عربي ينظر لكم بكثير من الأمل. اسمحوا لي أنه لم يبقى لنا وقت، باسمكم مشاهدي الكرام أشكر ضيوف هذا اللقاء، الكاتب الأكاديمي الدكتور عبدالله يتيم وكيل مساعد للثقافة والتراث الوطني في البحرين، أهلا وسهلا. كما وأشكر أيضا الدكتور حمادي صمود أستاذ بجامعة تونس، أهلا وسهلا. أيضا نشكر المفكر والباحث الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، وأيضا الشكر للكاتب والناقد الفني الأستاذ سمير غريب وكيل وزارة الثقافة في مصر. شكرا لكم. وأعزائي المشاهدين، كعادتنا دائما يداهمنا الوقت برغم أننا حاولنا اليوم أن نأخذ زمن زيادة للبرنامج، ولكن شكرا لمتابعتكم، لنا لقاء في الأسبوع المقبل قبل ساعة ونصف من هذا الوقت. إلى اللقاء.